وبكرام، السلام عليكم. معكم الشاب فهد البخاري. نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله، وكنتمنى لكم كل ما كنتمناه ان شاء الله في حياتكم. وان شاء الله غادي ندوزو الوصفه ديال الحلقه ديال اليوم، تابعوا معي ان شاء الله. يلا على بركه الله. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله. كما كتلاحظوا هاد المره غادي نعملو الشربات جزائريه او مصريه، يعني كيعملوا هاد المسائل ديال الشربات بزاف، ومشروب كيتكنا بطبيعه الحال يعني المشروبات بزاف كتشابه. وان شاء الله غادي نشوفوا طريقه التحضير. كما كتلاحظوا عندي هنايا 5 لتر ديال الماء، الماء بارد، الماء عادي، ما طايب ما والو. كتاخذوا الماء 5 لتر كتعملوها في النبيره في الثلاجه، تبرد مزيان، يعني يكون الماء بارد مزيان. وغادي نعملوا معاه الحليب، واحد كاس ديال الحليب حتى هو يكون بارد. وغادي ناخذوا واحد شويه ديال النكهه ديال هاد المذاق ديال الفريز ديال الفراوله. كما كتلاحظوا غادي ناخذ واحد شويه هنا نعملو في كاس، وانتم كما كتلاحظوا ناخذ واحد جوج معالق صغار معالق صغار كما كتلاحظوا. غادي نعملو مع شويه ديال الماء ونخلطو شويه مزيان. نخلطو في الطريقه. نتمنى ان شاء الله تجربوه، كيطلع هائل بزاف ومذاقو يعني رائع بزاف. انتما كما كتلاحظوا يعني هذا مذاق. وهنايا عندي 1 كيلو ديال السكر، كيلو ديال السكر سنيد الخشن. غادي نعملو معاه تقريبا يترو ديال الماء، يعني على حسب باش نخلطو السكر يتخلط مزيان. يعني هاد الماء ديال من هذا يعني من 5 لتر، يعني عندي هنايا 5 لتر، غادي يعطيكم المجموع تقريبا 6 لتر والنصف بحال هكاك وزياده. وهنا غادي نعمل مع كاس ديال الحليب، وهنا عندي ملعقه صغيره ديال سنيده الحامضه، يعني ديال حجره الليم. سنيده هذا هو اللي كيجعل هذا المشروب كيجي بحال شاد شويه، كيجي كيتماسك شي شويه، ماشي واحد يعني ما كيبانش مزيان. هذا هو السر ديال هذا المشروبات. هذا غادي نعملوه يعني ملعقه صغيره لا غير، ما نزيدوش. وهنا غادي نوسع علينا المسائل هنا كما كتلاحظوا. هنا غادي نخلط مع هاد المذاق ديال الفراوله، جوج ديال ملعقة صغيره ديال الاروم ديال الفراوله، يعني لاصق شويه في الملعقه نزولو. هنا غادي نخلطو مزيان هادشي، هذا هاد المكونات هادو خصهم يتلقو.
وما بقاش يعني ولا مخلط، يعني ما بقاش هذا اللاروم هذا يعني ما بقاش محبب هنا، يعني هو ولا مطلوق. خصكم تخلطوه مزيان تبقى تستمروا في التحرك حتى يبان لكم مخلط مزيان وما كيبانش، والسكر كذلك عاوتاني خصو حتى هو يتخلط مزيان، خصو داك السكر يدوب ما يبقاش حبيبات ولا شي حاجه. نستمروا كتبقى تستمر في التحرك هكا شحال ما قديتي ديال التحرك، المهم مزيان شحال ما حركتيه مزيان. هانتوما كيفاش كيبان لكم، نتمنى يبان لكم مزيان. ودابا غادي نعملو هنا مع هاد الماء، يعني شتي ملي ما كت لما حركتيش مزيان ما خلطتيش مزيان كيبقى السكر هنايا. دابا خصني نزولو نزولو بهاد الطريقة. احنا زولناه وهنا نستمروا مزيان في التحرك، ومن بعد ان شاء الله نصفيه صفيه شي صفيه يكون رقيق شويه مزيان. يعني خص الصفا يكون بحال هكا، يعني رقيق مزيان ما كيدوبش حتى حاجة، خص باش كيجي المشروب ديالنا صافي. دابا غادي نبقى نستمر ان شاء الله بحال هكا هكاك واحد جوج دقايق ثلاثة دقايق على ما يدوب داك السكر مزيان نولي معاه. حبايبي الكرام، انتم كما كتلاحظوا الشربات ديالنا واجده، مشروب يعني رائع، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه كيجي مزيان. يمكن لكم تعملوه تعملوه في النبيره عندكم في الثلاجه وفوقاش ما حضرتوا الاكل ولا شي حاجه وتعطيوا للوليدات غادي يعجبهم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه. انا جربته مزيان وشحال مره كنستعملو، يعني كيجي طوب في المذاق ديالو في كل شيء. وكنتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا باللايكات والبارتاج مع الاصدقاء والجرس باش يبقى يوصل لكم الجديد، كل فيديو عملته يوصل لكم ان شاء الله. والى اللقاء في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.